بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي الرب السيد قوتي، ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك، لأن المحبة قوية كالموت. معاكم سرية. أنا شفت المسيح كتير، وهو اللي قال لي أتكلم معاكم عن طريق الإنترنت. النهاردة الجزء 41 من عند الرب خرج الأمر، وإني مريضة ومجنونة حبا بي، فما بقدرش أخالف له أمر. ربنا عايز يرجع بينا للجزء 3، سلمتك بنتي. في جزء في الرؤية دي أنا ما قلتوش، وبصراحة ما كنتش عايز أقوله، لأن الموضوع صعب شوية فهمه، أو أنا فهمه كده، هحكي لكم عليه بس بعد شوية شرح، لأني بخاف لأن المواضيع اللي زي كده ممكن تسبب بعض العثرات لناس، لأن الناس مش بتبقى، أو بمعنى صح مش بيبقوا عارفين يفهموها. هو صعب شوية. المسيح قال لي المرة اللي فاتت فتحنا ختوم سفر الرؤيا إصحاح 6، قال لي افتحي خدمة، يعني سر انت مخبياه على الناس، والمفروض ان احنا اتفقنا ان احنا نحكي بأمانة، وانت جيتي في الحتة دي وخبيتيها. في الجزء 3 في الرؤية دي، ارجعوا ليها، انا شفت العذراء مريم على يمين المسيح، وعلى يمينها قديسة رفقة ام يعقوب وعيسو. والمسيح قال لي ان العذراء مريم ام العهد الجديد، والقديسة رفقة ام العهد القديم. فأنا رديت مش أمنا سارة هي أم العهد القديم؟ ربنا رد عليا وقال لي يعقوب هو إسرائيل، وأمه رفقة مش سارة، وجدة العهد القديم هي أمنا سارة. اسمحوا لي هنقف شوية عند القديسة رفقة. بالنسبة لي هي من أجمل نساء العهد القديم، أو بالنسبة لي من أجمله. فهنقف شوية عند سفر التكوين الإصحاح 24. رفقة هو اسم عبري، ربما كان معناه رباط أو حبل قيد، أو مشتقة من الفعل العبري ربكة، وربما يعني تقييد مرتبك بالجمال أو قيد مرتبك بالجمال. والقديس إكليموندوس الأسكندري بيقول إن معنى اسمها مجدلة، هي ابنة بتوئيل معنى اسم رجل الله، وأمها ملكة التي تعني ملكة أو مشورة. إذا ارتبط رجل الله بروح المشورة يكون له مجد الله. إذن رفقة تحمل فيها مجد الله وتتمتع بجمال فائق يربك ناظريها. أما سر جمالها فإن والدها هو رجل الله، ووالدتها هي المشورة المقدسة، وإحنا عارفين إن المشورة هي روح من إظهارات الروح القدس، اللي هي روح القوة والمشورة. العذراء مريم كانت مليانة نعمة، والقديسة رفقة كان معاها جرة مريم. العذراء مريم ورفقة بيفكروني بالعذارى الحكيمات اللي معاهم آنية مليانة زيت، يعني مليانين من الروح القدس، وقلوبهم جميلة مليانة فضائل. ومن له الامتلاء من الروح القدس ومن له النعمة ليه مجد في المسيح يسوع، لأنه هو إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع. هو يمكنكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. لكن أنا عايزة أقول معنى اسم رفقة، رباط أو ارتباط أو قيد. في حاجات في الأرض بتربطني برباط، وأنا كمان بربط نفسي وبرتبط بناس كتير، لازم نحل من الكل للارتباط بالواحد. طيب إيه اللي يربطني من أساسه وأدور أفك نفسي بعد كده ليه؟ ودي حاجة أنا فهمتها من كتب الآباء وكنت صغيرة، قررت عدم الارتباط بشيء أو شخص، ومش هدي فرصة للقيود في حياتي. أنا هقعد أربط وأدور أفك إزاي؟ الوقاية خير من العلاج، ده من أساسه. الارتباط فقط داخليا بالله وبس. كمان اسم إسحاق معناه الضحك أو الفرح، والفرح من ثمر الروح القدس، وكان دايما يحفر أبار أبيه، يعني يبحث عن الارتباط بالروح القدس.
ورفقة كانت تاخد ماء من البير وتروي كل عطشان بلطف وشجاعة وفرحة وثقة. يبقى عيش فرحان وارتبط بالروح القدس وواثق في ربنا. اللي هيدوق حلاوة العشرة مع ربنا هيحتقر العالم وهيعتبره نفاية، ومش هيرضى عن السماء بديلا ولا عن الملائكة والقديسين بديل. ده قرار وربنا عارف قراري كويس. ورفقة بلا ملل كانت بتسقي الجمال وتستمر في جلب الماء حتى فرغ الجمال العشرة من الشهر. الجدير بالذكر ان الجمل العطشان يشرب اكتر من 95 لتر ماء، فما بالكم بعشر جمال عطشانة جدا. هي صبورة وبتعمل الحاجة بحب. شايفين القلب الجميل ده؟ هي جميلة القلب والوجه والروح أيضا. ولسه رفقة بتكمل وقالت بعفوية وحماس: عندنا تبن وعلف كتير ومكان للمبيت أيضا. شخصية تعطي بقلب مفتوح وبسخاء لقافلة من الرجال والجمال. واضح إن رفقة تربت على الضيافة، ضيافة الغرباء. ارتباطها بربنا خلى قلبها مليان محبة للناس وبتلقائيا، سواء تعرفهم أو تعرفهمش تعطي الخير بسخاء. هي قريبة من قلب ربنا الذي يعطي بسخاء ومن غير مكيال. ناس بتفرح براحة الناس من غير ما يفكروا في تعبهم، مش بيوفروا في مجهودهم ولا بيدوروا على راحتهم هما، وربنا عارفهم بأسمائهم. هو اللي بيقويهم ويكملهم ويثبتهم ويمكنهم ويفرحهم زي ما هما بيفرحوا الناس. دول الخدام بجد اللي بيحبوا الناس زي نفسهم وبتلقائية. قلوب فعلا بريئة نقية بيضة صافية وفية، مش بينتظروا حد يطلب منهم. عينيهم شايفة احتياج الناس ويعطوا بسخاء. قلوب تفيض بالمحبة لأنها مليانة من ينبوع المحبة ربنا. ولما دعوا رفقة وقالوا لها: هل تذهبين مع هذا الرجل؟ أجابت بكل براءة وبساطة: أذهب. لقد قبلت العمل الإلهي وخرجت من بيت أهلها وبيت أبوها ولم تشك زي بطرس، فتاة ولكن بتعرف تاخد قرار حازم. إيمان هذه الفتاة بأن من عند الرب خرج الأمر جعلها تسافر في جهة المجهول بكل ثقة في ربنا. ولما رفعت رفقة عينيها وشافت إسحاق نزلت عن الجمل، فأخذت البرقع وتغطت. نزلت عن الجمل دليل الاتضاع، وتغطت بالبرقع دليل الحياء والخضوع. قد إيه كان جمال هذه الفتاة وإيمانها وطاعتها وخضوعها ببساطة وعايشة ببساطة وثقة في ربنا جدا. أنا معجبة بالبنت دي. وفي سفر التكوين 28 صلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته بإيمان، لأنها كانت عاقر فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته. وتزاحم الولدان في بطنها فقالت: إن كان هكذا فلماذا أنا؟ من تعبها وألمها بتقول: أنا ليه موجودة؟ ممكن خدني يا رب وتريحني. مضت لتسأل الرب، فقال لها الرب: في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. إيمان هذه الفتاة للمرة التانية بأن من عند الرب خرج الأمر، وعرفت أن يعقوب سيسود على عيسو بكل ثقة في الله. وممكن جدا تكون قالت لإسحاق، لكن صعب شوية على الراجل أنه يسمع لزوجته، بالذات لو الكلام مش على هواه. هو بيحب عيسو وكمان لم يذهب يسأل الرب. وكمان يعقوب اشترى البكورية من عيسو اللي استهان بيها، لكن يعقوب كان ماسك فيها. عيسو يعني كثير الشعر أو خشن، أي كثيف الشعر. كان شعره لدرجة عامل زي فروة الخروف، إشارة للشهوات التي تنبعث من الجسد. هو جزداني، يحب الجسديات ويعيش لأجلها. وأدوم كان صياد محب للدماء، وثبتت على عيسو شهوانيته لما باع بكوريته بأكلة عدس أحمر فسمي أدوم. أدوم يعني أحمر. كمان فكر عيسو الوحش في أنه يقتل أخوه، ودي مشاعر غضب خارجية لكن أساسها دايما داخل الإنسان. وزي ما بينبت الشعر من الداخل فهي مشاعر كراهية وغضب وشهوة انتقام نبع من جواه. مشاعر كراهية
كان عيسو كمان راجل عنيد، رأى إن بنات كنعان شريرات في عيني إسحاق أبيه، فرح متجوز منه. هو عنيف، رجل برية، محب للصيد، ممسك بالسيف في يده. ده إنسان ما بيقدرش نهائي يعني إيه الحياة الروحية. المشكلة إن إسحاق أحب عيسو بسبب ما يقدمه ليه من صيد. لكن يعقوب معنى اسمه المتعقب أو المصارع والمجاهد، ومعناه كمان يحل محل، بيرمز للإنسان الروحي اللي بيتعقب الكل لأجل اقتناء الأبديات. واضح إنه ذكي وهو مصارع ومجاهد من أجل الروحيات، كالراعي للغنم فاتسم بالهدوء واللطف والوداعة والحنية، وكان يسكن الخيام يعني عايش بروح الغربة ورجائه في ربنا. أحبته أم رفقة، عاش غريب زي أبائه واحتل على أبوه وأخد البكورية، لكن أبوه باركه بعد كده على الرغم من كل أخطاء. وكمان هو تقوى لأن ربنا افتقده عند بيت إيل وأراه رؤية مجيدة ووعده أن يديله الأرض اللي كان متغرب فيها. ولما يستيقظ كمان من نومه نذر ذاته للرب. أحب إسحاق عيسو الإنسان المستهجر واللي فرط في النعم الروحية والأمجاد الأبدية، وأحب رفقة يعقوب، ويعقوب تمسك بالبكورية. طب إيه حكاية البكورية كده؟ بركات البكر، بينوب عن أبوه في غيابه وياخد الرئاسة بعد موت أبوه، يقوم بخدمة الكهنوت وتقديم ذبايح عن العائلة في غياب أبيه وبعد موته، بياخد نصيب مضاعف من الميراث يعني ضعف اخواته، وهو ده السبب اللي كان مزعل عيسو على البكورية. كان بيعتبر مكرس لله، حتى جاءت شريعة اللاويين في سفر الخروج وفي سفر العدد. كان مفهوم ان من البكر يأتي المسيح، هذا ان كان يستحق، وكتير من الأبكار فقدوا هذه البكورية او هذه البركة بسبب خطيتهم زي قايين وعيسو وزي رأوبيم. عاشت هذه الأم متأملة الفرق بين يعقوب وعيسو، وعرفت كمان إن فيه نبوة. في نبوة حيث قال الرب أن كل منهما يصير شعبا وأمة، وكبير يستعبد لصغير. نبوة بإن يعقوب أو إسرائيل يسود على عيسو، وهي تأملت الصراع بين يعقوب وعيسو من يوم ما كانوا في بطنها، واللي استمر بينهم وبين نسلهم، وهو صورة للصراع المستمر بين الخير والشر. تأملت بإيمان عيسو اللي بيرمز لمن يحب امتلاك الأرضيات ويسعى وراء كل ما هو للعالم، لكن يعقوب بيرمز للي يسعى وراء الروحيات ويسعى للحصول على البركات الروحية، كل اشتياقاته روحية، فحصل على بكورة الروح وتمتع بالبركة وخرج من صلب الأنبياء، وأخيرا جه من نسله المسيح بالجسد. لما وقفت بترفض من جواها إن عيسو هو اللي ياخد البكورية، وأخدت قرار حازم في نظري أنا بحكمة، إنها تساعد يعقوب إن يستلم البكورية من أبوه اللي أساسا اشتراها من أخوه، والأمر خرج من الرب وهي عارفة كده من البطن. كانت بتساعد على انتصار الخير على الشر، وعمرها ما هتقبل إن الشرير العنيد هو اللي يسود على البيت بعد إسحاق، ولا المسيح هيجي من نسل هذا القاسي من يستبيح الشر واللي بيرفض التوبة من أساسه، ولا ربنا هيقبل منه ذبيحة ده لو قدمها برضو من أساسه. بنقول خدعت إسحاق واستعملت وسيلة غلط، ماشي. بنقول اخضعي لزوجك في الصح يعني في الرب، هل إسحاق كان صح؟ ربنا بيعلمنا الخضوع يا جماعة مش الخنوع، والست دي لم تخنع. ولو هي فاهمة كل اللي قلنا عليه ومشيت ورا إسحاق وبس، كان مش هيكون في شعب إسرائيل من أساسه ولا عهد قديم، وربنا مش هيجي من نسل عيسو الشرير في كل الأحوال. سامحوني أنا عارفة اللي بقوله عكس كل اللي سمعناه في هذا الجزء. هي نفذت خطة الله للبشرية، هي ما خضعتش لزوجها في الغلط، هي صدقت ربنا قبل الكل. والنقطة اللي احنا شفناها ضعفي فيها كانت نقطة قوتها. بنقول خدعت إسحاق، في رأيي هي خدعت الغلط اللي كان إسحاق هيعمله.
كل إنسان ليه أخطاء وضعفات، لكن دايما ربنا بيشوفنا حلوين، وكان نفسي أشوف زيه بعيونه. الكل جميل وحسن، ولما شفته شفت فيه وبيه هذا الجمال في الناس متناسيا ضعفاتهم، ونقطة ضعفك في المسيح هتكون هي نقطة قوتك. امسك في ربنا وهتعرف كويس ان نقطة ضعفك هي نقطة قوتك. ونلاحظ مهم جدا بقى هنا، عبارة الأصغر تشير للكنيسة اللي هي بحكم التاريخ هي الأصغر، استعرفت على الله في آخر الأزمنة، لكن صارت الأقوى روحيا وأخذت بكورية الروح. طب كيف يخدم الكبير أي اليهود الصغير أي الكنيسة؟ هم حفظوا للكنيسة الناموس والنبوات وكل الكتب، والكنيسة كمان حفظت ليهم الإيمان بالفداء والخلاص بالمسيح يسوع المسيح. يبقى الكنيسة كملت العهد القديم اليهود. في حاجة كمان مهمة، المسيح لما غسل أرجل التلاميذ علمنا الاتضاع والمحبة، علمنا أن الكبير يشيل الصغير والقوي يشيل الضعيف، العظيم يخدم الكل والأول يكون عبد ويشيل الكل. ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. يبقى العظيم والأول يكون خادم ويكون عبد. المحبة الحقيقية بتتحقق بالاتضاع، والاتضاع يلمع ويتلألأ بالمحبة، والاتنين يتقابلوا مع بعض في بذل الذات وإنكارها. رابع حاجة، اليهود اللي هيؤمنوا بالمسيح يسوع في آخر الأيام وتشيلهم الكنيسة شيل لربنا وتعبر بيهم الضيقة العظيمة. في رؤية 12 الكنيسة الجميلة هي القمر في امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها. يعني الكنيسة هتشيل اليهود شيل لعبور الضيقة العظيمة، ومتسربلة الكنيسة في العهد القديم والجديد بشمس البر يسوع المسيح اللي شايلنا كلنا فيه، وهيعدينا جميعا على أجنحة النسور بطريقته. هو كوكب الصبح الجميل، المسيح كوكب الصبح الجميل المنير، والمسيح هو اللي شرح لي الجزء ده بالذات. ولأني كنت بسأل ربنا عن امرأة متسربلة بالشمس في موضوع القمر تحت رجلي، والإجابة فعلا القمر هو كنيسة العهد الجديد اللي بتنور ظلمة العالم كله وتحمل العهد القديم في داخلها، وهتشيلهم شيل وسيؤمن كثير من اليهود بالمسيح في آخر الأيام. وقال لي روح ربنا شوفي أورشليم السماوية، التلاميذ هم أساس سور المدينة ومكتوب على الأبواب أسماء الأسباط، يبقى مين شايل مين؟ التلاميذ شايلين الأسباط، والمنظر يعني شايفينه واضح قدام. الجزء الثاني اللي أنا عايز أتكلم فيه النهاردة، علمتني حياة قديس البرية إن الإنسان ممكن أن يكتفي بالله ومعه لا يحتاج لآخر ولا يعوز شيء، بحيث يقدر إنه يترك الكل من أجل ربنا الذي يصير له الكل في الكل. وتعلمنا منهم إزاي الإنسان ممكن يجلس وحده فلا يمل ولا يسأم ولا يضجر، لأن قلبه مع الله في كل حين شبعان بربنا، في بينهم صداقة وعشرة جميلة وحديث مستمر، حياة مع ربنا ممتعة. ومن هنا على الأرض مش بس اللي مستنيين لما نطلع السماء. ربنا يملى القلب والفكر والحياة كلها، فنقول مع المزمور معك لا أريد شيئا على الأرض. دي حياة الانحلال من الكل للارتباط بالواحد، يعني ينحل من كل أحد ولا يرتبك، ودي كلمة يرتبك، بأحد أو أي شيء لكي يرتبط، ودي كلمة يرتبط بواحد هو الله. ولما بنحب ربنا بجد منه نعرف نحب الناس محبة مقدسة ولا نعرف غير المحبة. أعتقد لحد هنا المسيحيين عارفين كده، بس التنفيذ صعب. طب صعب ليه؟ عشان القلب مليان ومش عارفين نترك منه حاجة. اترك الأرض تلاقي السماء، اترك الناس تلاقي الملائكة والقديسين، اترك نفسك وذاتك،
هتقابل ربنا وهتشوفه. عرفت كده من صغري وهو ده اللي فهمته، مش بس تترك الماديات والعالم، لا بتكلم كمان في النفس والعواطف والمجتمع العام، أصحاب أقارب والمجتمع الصغير، الأسرة والعواطف الأسرية. أنت عليك واجب اتجاه أسرتك، يعني تكرم أباك وأمك وتتعامل معاهم كوالدين وتحبهم، لكن مش أكتر من ربنا، ولكن من غير رباط عاطفي خليني ما أقدرش أبعد عنهم. والحد كده ممكن إزاي؟ لما بتبعد في الغربة أو الصحراء أو البرية الارتباط بينقطع مع الوقت، لكن الأصعب تنفيذه وإنت في وسط الناس وفي وسط الأسرة. زي تعيش في العالم بس ما تخليش العالم يعيش فيك، تعيش في الأسرة لكن ما تخليش الأسرة تعيش فيك، وتقوم بواجباتك الأسرية بمحبة مش بتذمر. وفعلا كنت بنفذ، وفعلا صعب لكن مش مستحيل. عايش شوية جهاد وتصميم، والأهم صمدم ربنا ونعمة منه، ومهم جدا 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 وهقول من هنا للآخر، الحكمة. من أحب أبا أو أما أكتر مني فلا يستحق، ومن أحب ابن أو ابنة أكتر مني فلا يستحق. الأصعب وأكبر عاطفة خلاها ربنا على الأرض هي الأم ورضعها. هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ لأن ربنا عارف إن الأم لا تنسى رضيعها، وإن حصل ده لحالة من اتنين، يا إما القسوة أي قساوة الإنسان أو بعض الظروف القاسية، أو السمو زي الملائكة لكثرة المحبة الإلهية أو السبي الإلهي، أي حالة من الانخفاض أو الارتفاع عن الحالة الطبيعية البشرية. وعندنا رفقة وأولادها الخمسة كمثال. أبونا إبراهيم راح يذبح إسحاق حبا في الله، ومع إن إسحاق كان غلام وأبونا إبراهيم ما كانش أم، الأصعب من أبونا إبراهيم الأم ورضعها. شعور الأم ورضعها شعور طبيعي عجيب بتحسه كل أم لما بتشوف ابنها أو بنتها لأول مرة. بصراحة أنا اللي متعودة على التحكم العاطفي القوي، شعور الأمومة ما قدرتش أتحكم فيه لما ولدت الطفلة الأولى. الشعور ده هزيني ورجني تماما من جواي، وده أنا ما قلتوش في جزء تلاتة. حسيت كل تعبي واجتهادي بيروح مني في ثواني مع هذا الشعور، ما لقيتش غير قلبي صارخ لربنا طالبة منه يرفعه عني، وبرفض أي ارتباط أو شعور ياخدني منه. صرخة من الأعماق ما يحسش بيها غير ربنا، زي صرخة موسى قدام البحر الأحمر، يا ياخد بنتي أو ياخدني. أنا عارفة أني ده جنون، وأنا قلت ليكم نعم ربي إني مريضة حبا بيك أو مجنونة حبا بيك، حبك سباني وبرفض أي ارتباط. ربنا سابني 7 أيام وكأنه بيجهز ذبيحة قلبي بالتطهير بدموع العين ومعرفة مدى الصدق معاه. كانت طفلة جميلة جدا شكل العذراء مريم، وكنت برضعها وأقوم بكل واجبات الأم، لكن بعد ما الكل ينام أبدأ في التوسل لربنا أنه يستجيب طلبي، لأني مش عارفة أتحكم في هذا الشعور. والحد فعلا في اليوم 7 شفته جاي. القرار قرار جد، مش بهزر مع ربنا. برفض أي ارتباط بشري قبل الوصول للارتباط به بجد، أي الوصول للمحبة وهي الطبيعة الإلهية. وتبقى من هنا البداية، ربنا هو البداية الصح. كنت حاسة أني بذبح جوايا وبسكينة تلمع أكبر عاطفة عرفتها البشرية. وعلى كل بنتي عند ربنا ملاك أحسن مليون مرة من على الأرض دي، وطلبت منه أعمدها، وكل الباقي حكيته ليكم في الجزء 3. ذبيحة المحرقة لازم تنشق من الوسط علشان نار ربنا تعدي في وسطها، وكان لازم أشق قلبي من الوسط ليشتم الله رائحة الرضا والسرور وأنا كمان معاه. العذراء مريم مرت نفسها سيف يسوع الصليب، وطبعا ما فيش أي مقارنة نهائي، هي أم النور. السر الأول، أفتح للنار الإلهية طريق في أحشائك. السر الثاني وجاي في الجزء الرابع، كان في الجزء الرابع، يفتح ليك ربنا مسالك بين مختارين. على كل أنا مطمنة جدا، الحياة فوق مع ربنا جميلة جدا، ولا مقارنة بين هنا وهناك، معاه الراحة والحياة الحقيقية. وأتمنى ليا والأولادي نروح عنده النهاردة قبل بكرة.
فلي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذلك أفضل جدا. ربنا عجيب، استجاب لضعفي وسابني أعمدها، وشفته وهو بيعمدها كان بيوريني الجزء الغير منظور في سر المعمودية، وشفت هنا القديسة مريم والقديسة رفقة. طبعا أنا ما حكيتش كل ده لأن عارفة إنه جزء صعب على ناس وفهمه أصعب، والأعجب لقيت ربنا مصمم إني أحكي الجزء ده بالذات دلوقتي. أكيد ربنا ليه حكمة أنا مش عارفها، وممكن يكون اعتراف علني، ولو ما حكيتش بيفضل ساكت وما يردش عليا ويسيبني براحتي لحد ما نفذ، ولا مش بقدر على سكوته وما اسمعش صوته جوايا، هو الحياة ليا. وتعلمت من هنا أسكت وأقول دايما لتكن مشيئتك، سواء فهمت أو لا، هو الله وأنا كلي ثقة فيه. أعترف المحبة قوية كالموت، أعترف إني مجنونة حبا بربنا، مش بس مريضة حبا بيه. ربنا بيجذبني من صغري ومعجبة بيه جدا، وما فيش أعظم ولا أجمل ولا أرفع أروع منه في الحياة، هو الصالح، هو الحياة. عجيب ربنا في احترامه لإرادتنا، وعجيب ربنا في احتماله لضعفنا وصبره معنا، وقبوله لجنوننا بعض الأحيان. ياما بيفوت لينا ويصبر علينا ويطبطب شوية ويكبر شوية، بس هو جميل ورائع وأب في كل الأحوال، محبته بتأسرني. هو الخالق، مبدع الكون القدير، ومبدع جنوده، ومبدع الإنسان. هو الأب، محبته عجيبة وحنانه فوق الوصف والخيال. هو الفادي العظيم، أحب البشرية حب فوق العقل والمحال، يعني حبنا فضلا، حبنا بجنون وواضح على الصليب. هو الحبيب القدوس، يربطني بيه وأعيش الانحلال من الكل. هو النور، هو حافظ الكل، هو راحم الكل، هو معين الكل. وطبعا دي معاني الأربع كائنات اللي شفناها في الجزء اللي فات. السؤال النهاردة، انتي ليه عملتي كده؟ من الكنترول العاطفي في نفس الإنسان منه بتوصل للمحبة، والمحبة أقوى من الحب، مالك روح وخير من مالك مدينة. 2، المحبة هو الله من ثمر الروح القدس، ولما تكون في المحبة دايما هتتعامل من خلال الله مش من خلال إنسانك وذاتك، وهتخاف ربنا جدا في كل التصرفات. اوعى تفتكر انك بتسيب حاجات ومش بتاخد اضعاف منه في الارض وفي السماء، انت بس بتسيب عشان تاخد اكتر واكتر. اتعلم انك تترك عشان خاطر ربنا. رابع حاجة، علاقتك بالناس هتختلف تماما وبسهولة جدا. تنفذ الوصايا مثلا، من لطمك على خدك الايمن تعطيه الاخر ايضا، وبسهولة تحب عدوك وتتمنى له الخير وتعمل المستحيل عشان هو يحب ربنا، وتطلب ليه ان ربنا يرحمه لانه مش عارف بيعمل ايه. مش القوي هو اللي يهزم عدوه، لكن القوي اللي يقدر يربحه. ولو تقابلت مع عيسو ابعد تماما واغلق ابوابك، وهنا الحكمة. خامس حاجة، تلاقيك بتعيش وتعرف الحق والحق يحرركم. حاجات كتير هتفهمها وتعملها بوضوح وحكمة. قنية الحكمة كم هي خير من الذهب، وقنية الفهم تختار على الفضة. إن كان أحدكم تعوز حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. من يلتصق بالمسيح ويعيش معه ينال هذه الحكمة التي من فوق. 6، انت بتسيب الحب النفسي البشري وبتاخد المحبة الإلهية اللي فوق الطبيعة البشرية وتفوق العقل، يعني حب مجنون بالنسبة للبشر. ربنا بيعطيك المحبة اللي مش بتتغير بالمكان ولا الظروف ولا الضغوط ولا الأحوال ولا النفوس، المحبة التي لا تسقط أبدا، ونحن نحب لأنه أحبنا أولا ويقود حياتنا.
7 الموضوع عايز حكمة كبيرة، لأنك مش في المركب لوحدك وبيبقى فيه ضربات يمينية صعبة. عشان كده مهم قبل الاعتراف وطلب ربنا كتير، لأنه هو قائدنا وقائد حياتنا. 8 وعايز أقول لك كلمة في ودنك النهاردة، لما بتترك الأرض وتلاقي السماء كمان بتشوف الهاوية، ولما بتترك الناس وتلاقي الملائكة والقديسين هتشوف الشياطين، ولما بتترك ذاتك تلاقي وتشوف ربنا وبتشوف كمان إبليس رئيس الشياطين. وده معناه لازم كنترول عاطفي بالكامل، لأن الفرق لا يقارن بين مملكة الظلمة ومملكة النور، ومحتاج تمييز ونعمة، بس النعمة دي هيديها لك ربنا. 9 أنا ما عنديش غير فلسين أقدمهم لربنا، الجسد والنفس، والعمر قصير وبيعدي بسرعة، والأولاد بالنسبة لي بياخدوا وقت كتير في تربيتهم، وأنا محتاجة أقعد مع ربنا أكتر وقت ممكن. ولو قصرت مع ربنا ومع الأولاد، وده وارد وأكيد، ولو ضاع حد فيهم زي رعوبيم ولا عيسو، عمري ما هسامح نفسي. قلب الإنسان يفكر في طريقه، والرب يهدي خطواته. على كل، ربنا هو اللي بيبارك في الوقت وفي الأولاد، وهو اللي بيهدي خطواتنا، بس ياريت نسمع ونمشي وراه وورا مشيئته بصفة مستمرة. عايزة أقول لكم حاجة، كنت دايما بسأل نفسي، مين كان على الأرض مننا من 100 سنة، ومين هيكون عايش عليها بعد 100 سنة؟ إحنا في حالة ترانزيت عليها في كل الأحوال. ارتفع فوق الطبيعة البشرية لتكون شريك الطبيعة الإلهية، ولا أنسى أنا محدود والله وحده غير محدود، ونستمتع بشركة ومبهوبة وعطية الروح القدس الذي يكون معكم مع جميعكم. أمين. نخلع العتيق ونلبس الجديد. هو قدوس ويشارك القديسين، ونحن جسده، وجسده مقدس، وهيعرفنا، وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. وده في حد ذاته تنازل كبير من ربنا، وكمان يسمح لينا بالمشاركة في عمل بناء الملكوت. إحنا نزيح الحجر من على قبر العازر، وهو اللي يقيم الموتى، له المجد وحده كل المجد. أحب أطمنكم، ربنا مش اداني طفلين بس بعد كده، وضع في حياتي 2 تاني يعيشوا معانا في الأسرة لظروف خاصة، وبعدين 2 تاني. طيب أودي وشي من ربنا فين لو حد من الستة تاه عن طريق ربنا؟ ده غير مدارس الأحد والحالات الخاصة. عمري ما ربيت الأولاد عشان يكون ليهم وظيفة كبيرة في المجتمع وبس، لكن أولا لربنا وخدمته، لأن الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. ومن نعمة ربنا عليا هو أعطاني زوج في منتهى الحكمة، وبيحب ربنا يمكن أكتر مني بكتير، وحنين علينا وتحميني كتير، وأولاد هاديين وحساسين جدا، فعلا كانوا وما زالوا ملايكة، ويعرفوا ربنا كويس باتزان وحكمة اتعلموها من ربنا ومن والده، ودي نعمة من عنده. بحب أولادي بالجسد وأولادي مش بالجسد، ومن قلبي زي بعض، وبركز على زي بعض من جهدي، لأن المحبة ما بتفرقش في العلاقات وبحكمة. المحبة ما بتفرقش بين الفقير والغني، ولا الكبير والصغير، ولا رجل وامرأة، ولا اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. المحبة فوق الطبيعة البشرية. بقيادة ربنا هتوصل في حياتك للمحبة المتحركة بحكمة، لأن المحبة دايما متحركة، المحبة التي لا تتغير بتغيير اللي قدامي. الله هو هذه المحبة الفائقة المعرفة فوق الطبيعة البشرية، المحبة التي تفيض البازلة بدون حدود، لكنها محبة حكيمة، فاهمة، قوية، عارفة الرب وتخاف وتتقي في كل الأحوال والظروف. الزمن صعب، وتعبكم في تربية الأبناء ليها إكليل عظيم، وما تنسوش تجهزوهم آنية للكرامة نافعة للسيد ولامتداد الملكوت من خلالهم، ولمجد إلهنا القدوس الحق. قوتهم من قوة ربنا قائدنا وقائد حياتنا، هو اللي بيحمينا ويشجعنا، وهدفنا الاتحاد بيه، هو فينا وإحنا فيه. الحكمة بتقول
تهذيب الجسد بالصوم والمحافظة على حواسك الخمسة في أقمع جسدي وأستعبده، وفي نفس الوقت بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. لا صوم لدرجة أفقد صحتي وما أقدرش أقوم بواجباتي، ولا أفطر وأنسى حياتي الروحية. الحكمة مطلوبة وقيادة ربنا، ومن الناحية النفسية القلب والعقل. أملأ قلبي بالفضائل، وإزاي؟ هنلاقيها في الجزء 2 من هذه الرسالة بتاعتنا. واملأ عقلي بكلمة ربنا اللي هتوزن معايا كل الأمور بالحكمة واطلبها من ربنا لحد ما يرفعني أو يرفعني الروح بالاتحاد بالروح القدس، وتلاقيها مشروحة بالتفصيل في مراحل الطريق الروحي الجزء 3 الراحة. اسمحوا لي أرفعك أسبحك أباركك، أشكرك يا إله العظيم أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إله العظيم القدوس، قدوس 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 رب السباقوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ليك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، ليك يا رب كل كرامة والسيادة والرئاسة والسلطان، ليك الحكمة والغنى والقدرة، لكل شيء يا إله العظيم القدوس الحي الأزلي الأبدي القادر على كل شيء من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها، آمين.